السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علي، صاحب قناة فيها تقريبا 730,000. أنزل في اليوتيوب من قبل 8 سنوات، من 2016، أي خبرة 8 سنين. وصلت تقريبا فوق 100 مليون مشاهدة، في مقاطع وصلت فيها ملايين، عندي خبرة يعني، وحضرت بعد إيفنتات كثيرة. طبعا أغلبية مقاطعي القديمة شلتهم إلا كم مقطع بسبب شيء معين بعدين راح أقوله. أتمنى لكم تتابعوني وإن شاء الله تعجبكم قناتي. يعني شوف، هو أهم شيء شخصية، يعني إن شاء الله أكون شخصيتي حلوة. يعني أنا ما يحتاج أقول، بس هذا تعليق يعني واحد بالمتابعين، أنا ما أقول شيء، ما أمدح نفسي، لا، بس إن شاء الله أقدم محتوى يرضي الله ويرضيكم. يا أخوان تابعوا قناتي وشوفوا المقاطع اللي نزلت، واضغطوا على زر الاشتراك، وأهم شيء تفعيل زر التنبيهات، هذا أهم شيء. يا أخوان شوفوا المقاطع اللي نزلتها، المقاطع أسطورية بإذن الله، أقدم محتوى يرضي الله ويرضيكم. تقدرون تشوفون المقاطع وتشوفون هل شخصيتي حلوة ولا لا، أنتوا حكم، أنا ما لي دخل. أتوقع إذا ما انتشر المقطع، أتوقع يعني إن ممكن يعني يصير فيه، ممكن إنه يصير فيه تفاهم آخر. إن شاء الله هالمقطع ينتشر ومقاطع الثانية تنتشر، وشوفوا المقاطع كلها اللي نزلتها، إن شاء الله مقاطع أسطورية وتعجبكم شخصيتي، وبإذن الله في مقاطع جاية أسطورية. تابعوني والله يوفقكم، تابعوني والله يوفقكم جميعا.